نحن الآن أمام بيت القنصل السعودي في مدينة اسطنبول، مقر إقامة القنصل، حيث أن القنصل غادر منذ حوالي ساعة من الآن من تركيا إلى الرياض كما وردنا وأعلن عبر قناة الجزيرة مباشر. أيضا القنصل اصطحب معه أسرته كما أسلفنا. إذن هذا ما وردنا حتى الآن. أما الآن كما نشاهد دخول الوفد الأمني التركي إلى داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول، قامت قوات الأمن التركية بفرض طوق أمني في المكان، وهذه السيارة كما نشاهد الآن بها الكثير من الحواجز الأمنية لإبعاد الصحفيين من محيط منزل القنصل لعدم تواجد الصحفيين ولإبعاد الصحفيين عن الفريق الأمني التركي الذي يتكون كما أسلفنا من فريق لمكافحة الإرهاب وكذلك من وحدة الأدلة الجنائية وكذلك من الأدلة الجنائية. كل هذه الوحدات تعمل على هذه القضية وستقوم بتفتيش منزل القنصل السعودي في مدينة اسطنبول. التفتيش كما وردنا من مصادر خاصة بالجزيرة مباشر فإنهم سيقومون بتفتيش كل غرفة داخل منزل القنصل، أيضا سيقومون بتفتيش الفناء الخاص بمقر إقامة القنصل، كما سيقومون بتفتيش المرآب. المرآب الذي ورد في رواية صحيفة صباح التي قالت إن السيارة التي كانت تحتوي على صناديق دبلوماسية دخلت إلى مقر القنصل العام أو إلى مقر إقامة القنصل العام داخل مدينة اسطنبول، دخلت إلى هذا المكان في الخلف عبر المرآب. هذا المرآب سيقوم الوفد التركي أو اللجنة الأمنية التركية بتفتيشه. نتابع الآن هذا الطوق الأمني الذي يفرض من جديد في محيط منزل إقامة القنصل السعودي في مدينة اسطنبول. هناك تواجد كثيف لقوات الأمن، كذلك تواجد كثيف لوسائل الإعلام التركية منها وكذلك الدولية، كما نتابع على قناة الجزيرة مباشر هذه الصور المباشرة التي نرسلها لكم مباشرة من مدينة اسطنبول من أمام مقر إقامة القنصل، حيث يقوم الأمن التركي بوضع هذه الحواجز الأمنية لإبعاد الصحفيين وإبعاد المارة وأيضا إغلاق الشارع الذي تمر عليه أو الذي يحتوي على مقر إقامة القنصل من أوله إلى آخره. أيضا مشاهدينا، كان اليوم هناك مشهد لافت للغاية في الواقع. مقر القنصلية الإماراتية في مدينة اسطنبول تقع بالقرب من مقر إقامة القنصل. منذ عدة ساعات من الآن قامت القنصلية الإماراتية في مدينة اسطنبول بتجديد الإجراءات الأمنية حولها، كذلك قاموا بوضع أسلاك شائكة على الجدران خارج مقر القنصلية الإماراتية، وهو ربما هذا الأمر يتزامن مع قرب عملية تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي الذي غادر منذ ساعة تقريبا كما أسفنا، وربما يصل للرياض بعد ساعتين من الآن. أيضا هناك نقطة أخرى هامة، أن هذا القنصل السعودي محمد العتيبي كان من المفترض أن يخضع لاستجواب مبدئي ربما بعد تفتيش منزله، لكنه غادر قبل أن تتم عملية التفتيش بحوالي ساعتين فقط، غادر ومعه عائلته كما يقول أو كما تقول المصادر التركية وكما أوردت قناة خبر ترك. إذا نترككم الآن مع هذه الصور مشاهدينا لعملية توسيع النطاق الأمني وعملية بداية وضع الأطر الأمنية وربما شريط الأدلة الجنائية كما فعل الأمن التركي أمس أمام مقر القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول. لو أمكن للكاميرا أن تدخل قليلا على الناحية الأخرى من الشارع، حيث قامت بالفعل قوات الأمن التركية بوضع شريط الأدلة الجنائية، الشريط الأصفر الذي وضع أمس بالقرب أو في محيط مقر القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول. وكما رصدنا أمس خلال تغطيتنا المتواصلة على الجزيرة مباشر، فإن هذا الشريط يعد عندما تم وضعه دخلت قوات الأمن التركية مكافحة الإرهاب وكذلك الأدلة الجنائية وأيضا قوات التي تعمل على البحث عن الأدلة الجنائية الخاصة بقضية جمال خاشقجي. إذن التغطية بالتأكيد ستكون مستمرة معكم عبر ساعات الليل وحتى خروج الوفد الأمني التركي من مقر إقامة القنصل، لكنهم لم يدخلوا بعد ولكنهم سيصلون في أي لحظة من الآن. تقوم قوات الأمن التركية بوضع الحواجز وفتحها وتوسعة الطريق، ويبدو أنه الوفد التركي سيدخل من جانبنا مباشرة إلى داخل مقر القنصلية. لذلك قامت قوات الأمن
بوضع هذه الحواجز في الطريق كما نتابع، وقاموا بإبعاد الصحفيين بعض الشيء حتى يقومون بعملية التفتيش وحتى يدخل الوفد التركي مباشرة بدون توقيفه هنا وبدون سؤاله من الصحفيين إلى داخل مقر إقامة القنصل مباشرة. وأيضا لا يوجد في الواقع بحسب المصادر التي تحدثت مع الجزيرة مباشر، لا يوجد ربما أفراد أسرة القنصل قد غادرت بالفعل من مقر إقامة القنصل، لكن يوجد عدد من الموظفين أو عدد من السعوديين داخل المكان. إذن هذا ما لدينا حتى اللحظة، نترككم مع هذه الصور المباشرة وبالتأكيد سنعود إليكم بعد قليل للمزيد ولمتابعة التطورات.